السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طلاب الصف الخامس الأعزاء، قد وصلنا وإياكم في الدرس الرابع من دروس التعليم عن بعد في الهيئة التربوية التعليمية، ودرسنا الآن بعنوان الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. سيكون هذا الدرس على عدة أقسام أو عدة مراحل، سيبدأ تباعا من الصف الخامس، ثم ستتناولون بمراحله الثانية بالصف السادس ثم الصف السابع، ويبقى معكم إلى نهاية دراستكم إن شاء الله. ولكن بداية في هذا العام سنتعرف فقط على الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة، تعريفها وبعض حالاتها ومن بماذا تتصل الضمائر المتصلة. سنبدأ إذن بقراءة الأمثلة. يرسم التلاميذ لوحات جميلة. يرسم التلاميذ لوحات جميلة. نتذكر هذه الكلمة منذ درسين سابقين، وهي جمع مؤنث سالم، مفعول به منصوب وعلامة نصبه الكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. نقرأ الجملة الثانية. هم يرسمون لوحات جميلة. هم عائدة على من؟ على التلاميذ. نقرأ مثالا آخر. أحمد تلميذ في الصف الخامس. هو تلميذ في الصف الخامس. هو عائد على أحمد. طلاب في المدرسة. نحن طلاب في المدرسة. عائد على من؟ نحن في المدرسة، عائد على طلاب. إذن الضمير لفظ يحل محل اسم غائب أو متكلم. غائب مثل هم، أو متكلم مثل أنا أو نحن، أو مخاطب مثل أنت وأنت وأنتما وأنتم. إذا قلت مثلا أنت مجتهد، هنا دلت عليك أنت، فمثلا إذا قلت خالد مجتهد، مصطفى مجد. مصطفى، أريد أن أزيل كلمة مصطفى وأضع بدلا منها ضمير، أقول أنت مجد أو أنت مجتهد، لذلك أضع الضمير مكان اسم مخاطب، مكان اسم ويكون مخاطب أو غائب كما هم وهن وهو وهي وهما. وللمتكلم مثل أنا ونحن، تقول لأمك مثلا أنا جائع. أنا دلت عليك أنت، بدل ما تقول عن اسمك إذا قلت حسان جائع، بدل ما أقول حسان جائع أقول أنا جائع، لذلك أبدلها بالكل. فنقول إذن الضمير، هذا بالنسبة للضمير المنفصل، لفظ يحل محل اسم الغائب سواء كان متكلم أو مخاطب أو غائب، ويجعلنا نفكر فيه دون أن نسميه. إذن يدل على الاسم دون نجعلنا نفكر فيه دون تسميته. في إذا قلت مثلا هو حاضر، هذا مفرد غائب. طيب إذا بقول حاضران أقول هما حاضران. طيب للجمع حاضرون أقول هم حاضرون. هل تحول الضمير المنفصل إلى متصل عند تحويله إلى المفرد أو المثنى أو الجمع؟ لا أبدا، يبقى الضمير المنفصل منفصلا حتى بعد تحويله إلى المثنى وإلى الجمع. سننتقل الآن إلى المرحلة الثانية، وهي الضمير المتصل. الضمير المتصل سنقرأ بعض الأمثلة عنه. الطلاب يكتبون فروضهم. الطلاب يكتبون فروضهم. هذه الواو التي اتصلت بالفعل المضارع يكتب عائدة على الطلاب. فروضهم أيضا الهاء عائدة على من؟ على الطلاب. فروضهم هاء وميم الجمع، معها ميم الجمع. وهذا نسميه الضمير المتصل الذي يتصل بالكلمة ويأتي بعدها، يتصل في نهايتها في نهاية الكلمة. والتلميذات يدرسن،
هذه النون نسميها نون النسوة، وهي أيضا من ضمائر المنفصلة، وقد اتصلت بالفعل المضارع وهي تعود على التلميذات. أيضا جملة مثال آخر، قلت لك، قلت دلت علي أنا، قلت دلت على أنا المتكلم، قلت هاي نسميها تاء الفاعل، هذه نسميها تاء الفاعل متحركة. لك عائد عليك أنت، هذه نسميها كاف الخطاب. أني أيضا عن أنا، وهي ياء المتكلم. أني أريد أن أعود إلى مدرستي، وهذه الياء مثلها أيضا عائدة علي أنا. إذن الضمير لفظا، نستنتج من هذا مما سبق أن الضمير لفظا يحل محل اسم غائب أو متكلم أو مخاطب. غائب أو متكلم كما رأينا هنا، أو مخاطب لك كما مر معنا هنا، لك أو متكلم مثل أنا وإني ومدرستي، أو غائب مثل فروضهم أيضا. إذن لفظ يحل محل اسم غائب أو متكلم أو مخاطب يجعلنا نفكر فيه دون تسميته، يعني معلوم بصير. لما أقول يكتبون أقصدهم، لما أقول أنا جائع أقصد اسمي أنا شخصي، لما أقول هو تلميذ مجتهد أعين شخصا تعرفونه أنتم. أولا إذن الضمير، عرفنا الضمير سواء كان منفصلا أو متصلا، وقلنا إنه لفظ يحل محل اسم غائب أو متكلم أو مخاطب يجعلنا نفكر فيه دون تسميته. ثم نأتي إلى الضمائر المنفصلة، وقلنا هي التي تكتب مستقلة عن الكلمات، كما رأينا في الأمثلة الأولى أنها كتبت مستقلة عن الكلمات. ومنها ضمائر المتكلم اللي هي أنا ونحن، وضمائر المخاطب اللي هي أنت وأنت وأنتما وأنتم وأنتن، وضمائر الغائب اللي هي هو وهي وهما وهم وهن. هذه إذن الضمائر المنفصلة، هذه نسميها ضمائر الرفع المنفصلة. ولدي أيضا ضمائر النصب المنفصلة، إياي وإيانا وإياك وإياك وإياكما وإياكم وإياكن وإياه وإياها وإياهم وإياهن، هذه سنتحدث عنها في تفاصيلها في السنوات القادمة إن شاء الله، لكن يكفي أن تتعرفوا إلى الضمائر المنفصلة في هذا الوقت، وتبقى هذه الضمائر منفصلة حتى بعد تحويلها إلى المثنى والجمع. تبقى إذن هذه الضمائر منفصلة كما طرحت عليكم في المثال السابق، حيث قلت هو حاضر، هما حاضران، هم حاضرون، أنت حاضر، أنتما حاضران، أنتم حاضرون. إذن بقيت منفصلة عن الكلمة حتى بعد تحويلها، عفوا، حتى بعد تحويلها إلى المثنى والجمع. أخيرا الضمائر المتصلة هي التي تتصل بالاسم أو الفعل أو الحرف، كما رأينا في الأمثلة هنا، وقلنا أن الواو اتصلت بالفعل، وفروضهم والهاء اتصلت بالاسم، ولك اتصلت بحرف الجر، والياء اتصلت بالحرف المشبه بالفعل. إذن الضمير المتصل قد يتصل بالاسم أو الفعل أو الحرف. إذن يتصل بالاسم مثل قلمي، أو الفعل كتبت، أو الحرف له عليه، هذه منك حروف جر اتصلت بها بعض الضمائر. تبقى هذه الضمائر أيضا متصلة عند تحويلها من المفرد أو المثنى أو الجمع إلى المثنى أو الجمع، من المفرد إلى المثنى أو الجمع. مثلا إذا قلت أمامه، أمامهما، أمامهم، انظروا تحولت من المفرد إلى المثنى إلى الجمع، وبقيت متصلة لم تتحول إلى منفصلة.
أيضا مع الحرف، لما بتصل مع الحرف أيضا له، لهما ولهم ولهن. أيضا مع الفعل جعلك وجعلكما وجعلكم، أيضا لم تتغير وبقيت ضميرا متصلا. بالنسبة لإعرابها أعزائي الطلاب، لستم مطالبون بإعراب الضمائر المنفصلة أو الضمائر المتصلة، لأنها إن شاء الله ستكون من دروس الصف السادس، ولا يسعنا الوقت الآن لشرحها وشرح إعرابها، وسنكتفي بهذا القدر من الضمائر المنفصلة والضمائر المتصلة. نعيد بشكل سريع: الضمير لفظ يحل محل اسم غائب أو متكلم أو مخاطب يجعلنا نفكر فيه دون تسميته، وعندي ضمائر منفصلة وضمائر متصلة. ضمائر منفصلة تكتب مستقلة عن الكلمات، بينما الضمائر المتصلة تتصل بالكلمة، تتصل بالفعل والاسم والحرف. الضمائر المنفصلة تبقى منفصلة حتى بعد تحويلها للمثنى، المتصلة تبقى متصلة حتى بعد تحويلها من المفرد للمثنى والجمع. هذا كان درسنا لهذا اليوم، شكرا لحسن استماعكم. وقبل أن ننسى، لدينا وظيفة، حتى لا ننسى، لدينا وظيفة في الصفحة 53-54 و55 من دفتر التمارين. إذن من دفتر التمارين في هذه الصفحات، بالإضافة إلى حفظ خلاصة القاعدة الاستنتاج من الكتاب في الصفحة 89، أو لمن يريد أن يثبت الصورة ويكتبها على دفتره كما دونتها على السبورة فليفعل ذلك على دفتره. ولا ننسى، عندي من هذا الدرس سؤال مهم جدا، وهو تصريف الجمل. في سؤال سيرد معكم إن شاء الله في دفتر التمارين، وهو السؤال الخامس: صرف الجملة، صرف الجملة مع جميع الضمائر المنفصلة مستعينا بجدول التصريف التي تعلمتها، استعين بهذه الضمائر. ومثلا الجملة هي: هو يتحمل مسؤولية عمله. سنقول: هو يتحمل مسؤولية عمله. هما سنكتبها بشكل سريع. اكتبوا الضمائر، اكتبوا الضمائر حتى تكون لدينا معرفة بها بشكل واضح. هو، هي، هما، هم، هن، هذه للغائب. أيضا المخاطب: أنت، أنت، أنتما، وأنتم، وأنتن، هذه للمخاطب، إذن للغائب والمخاطب. أيضا للمتكلم هي: أنا، ونحن. هذه الضمائر أريد أن تكتبوها جيدا، ثم نثبتها على دفتر التمارين لنقوم بالإجابة عن السؤال الخامس، وتساعدكم في الإجابة على السؤال الخامس. شكرا لحسن استماعكم، دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.